السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت واحد زوج ولا ثلاثة تاع الناس حضروا لي على اسكو ال 15 دي سي يحتاج لي بوجي بري شوفاج. كل واحد واش راه يحكي اونطونك لي بوجي بري شوفاج 15 دي سي راه كاينين صافي دير يحتاجه، مي هنا يوقع المشكل اسكو le moteur 1.5 d'ici يحتاج le préchauffage. À mon expérience, وكل واحد واش غادي يحكي وكل واحد واش غادي يحكي. انا نحكي لك على انا الاكسبيريونس تاعي لي بوجي بريشوفاج في الموتور 1.5 d'ici في غالب الاحيان ما يحتاجهاش. علاش؟ حنا عندنا كليما اونبيرون تمبيراتور درجه الحراره تاع الكليما حاميه، سي بور سو ما نحتاجهاش. مي تكنيكمون وكان نحكو تكنيكمون مي تكون تبعني مليح في هذه النقطه، تبعني مليح في هذه النقطه، مين تكون لا كومبريسيون تاع الموتور في لي 4 شومبر شابين، عرف بلي الموتور تاعك ينوض ان كار دو تور في الزيرو دو دي. اسكو فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ اني نهضر لك تكنيكمون وكان يكونوا لي 4 شومبر لا كومبريسيون دون شاك شومبر شابة عرف بلي لا كومبريسيون، عرف بلي الان كارديتور تاعك الاول ينوض نورمال. صافي دير ل وين تحتاج الموتور تاع الانسك دي سي هنا في هذا البلاد لي بوجي بريشوفاج يحتاجهم نهار تكون عندك لا كومبريسيون في الموتور عيانه باش يحمي لك لا شومبر باش احتراق الوقود يسرى يسرى شبه. هذه هي بور لو بريشوفاج. السلام عليكم ورحمه الله.